ماذا تعرف عن مجلس التعاون الخليجي؟ هو تكتل سياسي اقتصادي يتكون من 6 دول، هي الإمارات ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت. يهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى الوحدة. تم التوقيع على وثيقة إعلان قيام المجلس في قمة وزراء خارجية الدول الست في العاصمة السعودية الرياض في 4 من فيفري سنة 1981. يوجد مقر المجلس بمدينة الرياض. يوضح النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي أن أهداف المجلس تتلخص في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها، وذلك إلى جانب توثيق الروابط بين شعوبها. ويشير النظام الأساسي كذلك إلى أن التنظيم يهدف أيضا إلى وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية والتجارية والجمارك والمواصلات، بالإضافة إلى الشؤون التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية والإعلامية والسياحية والتشريعية والإدارية. كما يتوخى المجلس دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية، وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاص. ولدى دول مجلس التعاون قوة عسكرية مشتركة أنشئت سنة 1982 وأطلق عليها اسم درع الجزيرة، بغرض الدفاع عن أمن المنطقة وردع أي اعتداء قد تتعرض له دول المجلس. ومن أبرز تدخلات هذه القوة العسكرية مشاركتها في حفظ الأمن بدولة البحرين في مارس 2011 بتأييد من جامعة الدول العربية، وذلك بعد اندلاع احتجاجات تقودها جمعية الوفاق المعارضة. يتكون مجلس التعاون الخليجي من أجهزة عديدة ومنها المجلس الأعلى، ويتكون من زعماء الدول الأعضاء ورئاسته دورية وتكون حسب الترتيب الهجائي للأعضاء واجتماعاته العادية سنوية. يتكون مجلس التعاون الخليجي أيضا من الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى، وتضم 30 عضوا على أساس 5 أعضاء من كل دولة يتم اختيارهم لمدة 3 سنوات تختص بدراسة ما يحال إليها من المجلس الأعلى. هناك أيضا هيئة تسوية المنازعات يشكلها المجلس الأعلى في كل حالة حسب طبيعة الخلاف. يتكون مجلس التعاون الخليجي أيضا من المجلس الوزاري، ويتكون من وزراء الخارجية للدول الأعضاء أو من ينوب عنه من الوزراء، وتكون رئاسته للدولة التي تتولى رئاسة الدورة العادية الأخيرة للمجلس الأعلى واجتماعاته العادية كل 3 أشهر. يتكون أيضا المجلس التعاون الخليجي من الأمانة العامة، وهي الجهاز المسؤول عن العمل الإداري، وتتكون من أمين عام يعينه المجلس الأعلى من مواطني دول مجلس التعاون لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويعاون الأمين العام أمناء مساعدون، ويتألف الجهاز الإداري للأمانة العامة من أمين عام يعينه المجلس الأعلى لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك إلى جانب 10 أمناء عامين مساعدين للشؤون السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والإنسان والبيئة والقانون والإعلام والثقافة والمعلومات والمال والإدارة والحوار الاستراتيجي والمفاوضات. ولدى الأمانة العامة رئيس بعثة مجلس التعاون لدول الخليج في بروكسل، ورئيس بعثة مجلس التعاون في الأمم المتحدة يعينهم المجلس الوزاري بتصريح من الأمين العام لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد. كما يضم مديرين عامين لقطاعات الأمانة العامة يعينهم الأمين العام. وبحسب آخر أرقام أوردها الموقع الإلكتروني لمجلس التعاون الخليجي في نوفمبر 2014، يبلغ عدد سكان الدول الست نحو 47 مليون نسمة، والناتج المحلي نحو 1.6 تريليون دولار، ويصل نسيب الفرد من الناتج المحلي إلى نحو 33 ألف دولار. وكانت إحصائيات 2011 قد أشارت إلى أن عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي وصل إلى نحو 46 مليون نسمة في الوقت الذي كان العدد لا يتجاوز 43 مليونا في 2009 و21 مليونا في 1990. وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين أو التضخم في العام نفسه 5% بالنسبة للسعودية و4.8% للكويت، أما قطر فوصلت إلى 1.9%، والإمارات 0.9%، والبحرين 0.4%.
أما أرقام 2014 بحسب ما أورده صندوق النقد الدولي، فإن نسبة النمو بالنسبة لقطر وصلت في عام 2014 إلى 6.5%، وتتوقع أن تبلغ سنة 2015 نحو 7.7%، بينما وصلت نسبة التضخم إلى 3.4% 2014. فيما يخص الإمارات، وصلت نسبة النمو سنة 2014 إلى 4.3%، وفي المملكة السعودية إلى 4.6%، والبحرين 3.9%، سلطنة عمان 3.4%، ودولة الكويت 1.4%.